All of the element planes of the elements planes will axes pass through a point. لهذا السبب بنسميه اللي هي point group symmetry. هلا بالنسبة لل mirror planes حكينا احنا three planes parallel to cube faces, then هي parallel لل 100 plane وال 010 وال 00 106 planes parallels to the to the diagonals اللي هم بدهم يكونوا من ال 110 planes. فاحنا ممكن طبعا بالنسبه للتترد axes اللي هم rotation by 90 degrees اللي هم راح يكونوا على direction 100 family اللي هو z والx والy. بالنسبة للتريد حكينا الدياجونالز إذن هم الدايركشنز من الفاميلي 111. هلا بالنسبة للدياد اكسيز اللي هم أكيد هم يكونوا من ال 110 110, لأنه إحنا لما نيجي نحكي على مثلا هاي واحد من الاكسيز سواء كان هيك أو سواء كان هيك هو هالاكسيز بارلل ل البلين. فممكن نحكي احنا 011 دايركشن اللي هو 011 هيو, فهو هذا الاكسس بارلل له. ارسمها هنا يمكن اوضح تكون. اذا حكينا الدايركشن 011 وهي الاكس وهي الواي وهي الزد, ف 011 011 هاي الدايركشن هو نفسه راح يكون بارل. احنا كنا البارلل دايركشنز هاف سيميلر اندسز, هو نفسه بارلل اللي هون يعني. فهذا دايد اكسس بارلل ل 011, ف 62 دايد اكسس هم من هالفاميلي. والميرور بينز حكينا ال 100 هون ممكن نحكي من الفاميلي اللي هي ال 100 والفاميلي 110 بمثل اللي هم الميرور بلينز. هلا نحكي على بس بدي اكمل على بما انه احنا كنا نحكي انه الروتيشن بدنا نعبر عنها بسيركلز, فبس بدي ارجع على شغله اللي هي شغله الميرور بلينز. هلا الميرور بلينز هلا على السيركل بنرسم شكل الروتيشن اكسس سواء كان روتيشن او روتيشن انفيرجن. مثلا تترد مربع مظلل, روتيشن انفيرجن ب 90 درجه مربع مفتوح and so on. هلا بالنسبه للميرورز, الميرورز رايحين نعبر عنها بالسيركل بالرمز ام, وبس بكون عاده بشكل غامق. يعني هلا الميرور بلينز حكينا على نرمز لهم بالرمز ام. هلا الميرور بلينز بالنسبه للسيركل لهم نحكي تو بوزيشنز. البوزيشن الاول للميرور اللي هو ميرور بلين لايز نورمال تو ذا بريميتيف سيركل هلا هاي بنصير نسميها primitive circle. هلا primitive circle على ال xy plane, معنى ذلك أنا إذا بدي plane يكون عمودي عليها, إذا معنى ذلك بدي يكون زي هيك أو زي هيك مثلا x أو y. فلما نحط الميرور plane بنحطه وبنشد عليه على أساس يبين إنه هذا ميرور plane, وبنرمز له بالرمز m. إما نحكي y وإما x, إما x وإما y. هلا الميرور بلين
كمان ممكن يكون على ال على البريمتيف سيركل نفسه. اذا ميرور بلين الميرور بلين كونسايدز with the primitive circle. يعني coincides with the plane of the paper. coincides with the plane of the paper. فبالحالة بهاي الحالة هاي primitive circle هي بنشد عليها إنها تكون بلون غامق. طبعا هاي للسرعة بس هي المفروض تكون سيركل يعني مش يعني نحكي زي هيك. نشد عليها وللإحتياط بالنهاية بنرجع بنكتب عليها اللي هو أم على أساس نحدد إنها هاي هي البريميتيف سيركل. بس بناخذ شغلة هلا لو كانت الميرور بلين perpendicular to the primitive circle بهالحالة نعتبر الغطاي بهالشكل طبعا متماثل الغطاي. فإذا كانت الغطاي هون نحكي هون بدها تكون دوت والجهة المفتوحة من الغطاي تكون سيركل. هلا لو كانت هاي الغطاي هون مثلا حكينا عليها دوت تمام، هلا بدها تكون على الجهة الثانية بتضل دوت أكيد تمام. طيب نحكي على غطاء القلم يعني. هلا لكن لانه انت بالمراي بتشوف صورتها وبتكون نفس الشكل، لكن اذا كانت البريميتيف سيركل هي الميرور بلين بهالحاله لما احط انا الغطاي بما انه المراي صارت اللي هي الاكس واي بلين، اذا انت من فوق بتشوف دوت لكن من تحت بدك تشوف سيركل. فمعنى ذلك اذا انا بدنا نرسم السيمتري او نعبر عن السيمتري بالسيركل اللي هي الدائره اللي حكينا عليها قبل شوي اللي هي هون، نعبر عن السيمتري بهالشكل. فلما يكون في عندي ميرور بلين اللي هو بريميتيف سيركل فمعنى ذلك الاب بشوفه داون من تحت، يعني الغطاي بتكون دوت من فوق لكن من اسفل لانه هاي الميرور بلين من اسفل بنصير نشوف اللي هو السيركل. لكن اذا كانت اكس واي الدوت بنشوفها دوت. بس هاي شغله حبيت اذكرها على اساس انه من البدايه تكون واضحه مشان ما يصيرش خربطه هلا لما نيجي عليهم. يمكن تفصيل اكثر على الروتيشن والروتيشن انفيرجن. خلينا ناخذ نحكي examples كيف ممكن نعبر عن السيمتري بالسيركل. كالتالي ناخذ ورقة جديدة فنحكي كريستال سيمتري is described in terms of أول شيء one or more planes of symmetry. اللي هو السيمبل ام يعني اللي هو ميرور، يعني ممكن نعبر عنها بالميرور. تو ممكن نعبر عنها بالروتيشن اكسيز. هلا الروتيشن اكسيز او روتيشن انفيرجن
او روتيشن انفجن. هلا روتيشن اكسيز عبين 1 2 3 على روتيشن 360 180 120 90 او روتيشن ب 60. روتيشن انفجن نفس الشيء لكن حكينا بنحكي عليهم بار بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 6. هلا بار 1 مع ذلك بعمل روتيشن اول شيء 360 درجه بعدين بعمل انفجن، 2 بعمل روتيشن 180 درجه بعدين بعمل انفجن. هلا بنيجي عليهم ان شاء الله واحد واحد. نرجع للروتيشن، نيجي على الروتيشن. هلا سواء عملنا روتيشن او روتيشن انفيرجن، الفكره انه من محل ما بلشنا بنضلنا نعمل البروسيس عبين ما نرجع محل ما كنا. يعني اذا بلشنا في 1 روتيشن ب 360 درجه، فانا لو بلشت نقسمها على اساس تسعينات، لو بلشت من هون بعمل روتيشن ب 360 درجه رجعت محلي خلاص بوقف انتهى الموضوع. هلا روتيشن ب 2 روتيشن 180 درجه نحكي 2. هلا على حسب انت وين بتحط، بلاش 2 خلينا نحكي 4 للسهوله. اول نحكي الروتيشن اكسس اللي هو الزد مظلل، هاي معنى ذلك الروتيشن 90 درجة. نبلش من هون وكانت الروتيشن بهالدايركشن. هاي انك تتخيل انه في عندك كيوب محطوط هون. هلا روتيشن 90 هاي 90، بنضل نعمل روتيشن عبين ما نرجع محلنا. روتيشن 90 بنصير هون، روتيشن 90 بنصير هون، روتيشن 90 بنصير هون، فعفوا هاي بتصير اللي هي 4 تترد روتيشن. طيب هلا انت ممكن تحط التترد روتيشن هون، لكن المشكله انه انت لما تعمل روتيشن ب 90 درجه بتصير الروتيشن على سيركل عموديه، على سيركل ان ذا بلين. فبهالحاله هلا لما تعمل روتيشن ب 90 درجه ب 90 درجه الدوت، يعني هلا انت بدك تعمل روتيشن نحكي بهالشكل، دائره عموديه على الدائره اللي احنا رسمينها في الاكس واي بلين. فانت بتعمل روتيشن ب 90 بتصير الدوت في السبيس، فهذا احنا بدناش اياه، بتصير الدوت يعني بالهواء، فاحنا بدناش اياه، بنخليها الروتيشن اكسس على الاكس على عفوا على الزد اكسس، انسب شيء في حاله التترد. هلا نيجي على الدياد، نيجي على الدياد. الدياد فيه له أكثر من حالة. هلا لو حكينا الدياد هون، الدياد هون بلشنا هون، هلا طلع عند الروتيشن اللي هو الزد أكسس. هلا بنعمل روتيشن 180 درجة. هلا أنا هون مش على الصفر، نحكي هون. فانت لما تعمل روتيشن 180 درجة لازم ال 180 درجة على ستريت لاين، فانت لما تعمل روتيشن 180 درجة بدها تصير الدوت هون. هلا تعمل روتيشن 180 درجة ترجع بدها تصير هون، فبنوقف روتيشن 180 روتيشن 180. هلا لو في حال كان الدايد مثلا على الاكس اكسس بزبط، ليش؟ انه هنا روتيشن 180 درجة البوينت ما بتصير في السبيس. ليش؟ نعمل زي هيك وهي الدوت. هلا هاي السيركل العمودية ما هي اصلا نصها فوق راح يكون نصها تحت، فانت لما تعمل روتيشن 180 درجة طلع نحكي هاي الغطاي دوت، لما تعمل روتيشن 180 درجة بتصير ايش؟ بتقلب بتصير سيركل. فانت الدوت اذا حكينا الدايد اكسس اللي هو الاكس اكسس الدوت بتصير سيركل، فبتصير هون. هاي لما ترجع تعمل لها روتيشن ترجع دوت محلها هون بالسيركل اللي تحت، على اساس انه احنا هنا بالاكس واي بلين، فالروتيشن 360 180 درجه بعدين 180 درجه راح تكون على سيركل عموديه على السيركل هاي، فالنص السيركل بكون فوق هون والنص الثاني بكون نحكي على الورقه من تحت. فانت لما تعمل 180 درجه 180 درجة هنا بلشنا دوت، بتعمل 180 بتصير
سيركل. السيركل بتعمل لها 180 درجة بس على السيركل اللي تحت الورقة بترجع دوت، بترجع دوت. هاي روتيشن 180 درجة. خلينا نأخذ طيب للتريد، هاي اللي هي الدياد. خلينا نأخذ للتريد. للتريد لما نعمل هاي السيركل، التريد نفس الفكره، بما انه روتيشن 120 درجه صعب انه الدوت اللي غير تكون بالسبيس، فمشان هيك بنخلي التريد اكسس اللي هو روتيشن بانجل 120 درجه نخليها على السيركل هون على زد اكسس. برضو هاي سهله، طبعا هاي 120 درجه. هلا لو بلشت انت هون بتكون هون، بس احنا مبلشين زياده شوي، فال 120 درجه بتصير هون. Another 120 degrees rotation بدها تصير هون، كمان 120 بنرجع محلنا. اذا هاي هيك انتهت. هلا اذا بنيجي على الهكساد برضو نفس الفكره، نخلي الاكسس اوف روتيشن على الزد اكسس مظلل، بزاوية 60 درجة. إذا بلشنا من هون هاي 60، كمان 60 بدها تصير هون، كمان 60 بدها تصير هون، كمان 60 بدها تصير هون، كمان 60 بدها تصير هون. هلا كنا مبلشين هون إحنا أصلاً، بلشنا على الخط، فبدها تصير هون على الخط على الخط على الخط على الخط على الخط. إذا بلشت قبل بدها تكون قبل and so on، بس احنا الافضل نخليها بعيد عن الخط مشان ما الامور ما تتداخلش مع بعض. فمشان هيك ما بحبش احطها على الخط، يعني ممكن تحطها على الخط تصير هون 60 60 60، لكن مرات بتصير الرسم نحكي so crowded، فمشان هيك بنخلي الدوت نبلش اما قبل الخط واما بعد الخط. اذا قبل الخط 60 درجه بتظلها قبل الخط قبل الخط قبل الخط قبل الخط قبل الخط and so on. اذا كانت بعد الخط بتكون بعد الخط بعد الخط اللي هي 60 درجه. طيب هلا نيجي على الروتيشن انفيرجن ونشوف روتيشن انفيرجن كيف بده يصير معنا. هلا نبلش في نحكي بار 1، بار 1 طبعا حكينا احنا اللي هي المند. المند ما فيش لها سيمبل. هلا طلعوا اول شيء بنعمل الروتيشن وبنشوف وين الفاينل بوزيشن، بعدين بنعمل انفيرجن. وحكينا الانفيرجن يو في دبليو بصير ماينس يو ماينس في ماينس دبليو. واذا بتتذكروا كانت هي على دياجونال، فهي زي كانها كمان برضو روتيشن اكروس ا سنتر بزاويه 180 درجه. يعني اذا بتتذكروا لما حكينا على الانفيرجن هاي نحكي الاكسس هاي سي اي 1 بتصير اي 2، فهو عباره عن روتيشن 180 درجه 180 درجه across the center. فأنا لو بلشت هون حكينا أول إشي بنعمل rotation، rotation then inversion then inversion. هلا السنتر تبعنا هون، هيو نحكي هاي السنتر باش نحطها دوت. هاي السنتر لما تعمل rotation 180 درجة بدك ترجع محلك، بعدين rotation 180 درجة إذا across the center. اذا هاي دوت بتعمل روتيشن 180 درجه بتصير ايش؟ انفيرجن. بس ايش بتصير الدوت؟ بتصير سيركل. معنى ذلك بدون رسومات توضيحيه الدوت روتيشن 180 درجه، روتيشن بنخليها لساتنا في عقلنا ما بنرسمها، بعدين الدوت بنعمل لها انفيرجن على ثرو سي 180 درجه، فبدها تصير هون بس سيركل. هذه اللي هي بار 1، هاي اللي هي بار 1. طيب نيجي نحكي مثلا على الدياد. الدياد نعتبر الدياد على زد اكسس، هاي الدياد على زد اكسس، هاي دوت. هلا الروتيشن هو زد اكسس 180 درجه. ال 180 درجة نحكي الغطاي 180 درجة دوت، 180 درجة بضلها دوت هون، بس الدوت ما بحطها بخليها في عقلي، لأنه حكينا الروتيشن انفيرج بنعمل روتيشن وين ما صارت الدوت
بنخليها في عقلنا. بعدين بنعمل ايش؟ بعدين بنعمل انفيرجن. انفيرجن 180 درجه، 180 درجه من السنتر بتصير سيركل. سيركل وين؟ على الدوت. طيب هل رجعنا محلنا؟ لا، احنا رجعنا محلنا بس سيركل، لازم نرجع محل ما لازم نكمل عبين ما نرجع للدوت. طيب الدوت سوري السيركل 180 درجة بضلها سيركل، انفيرجن بترجع دوت، ما عملناش اشي لانه الدوت اوريدي موجودة، فهيك بنوقف. يعني مع ذلك لازم نضل مكملين عبين ما نرجع للأوريجينال بوينت اللي كنا فيها. بلشنا بدوت، نرجع بدوت. نعيد، هاي الدايد اكسس على الزد اكسس، الدوت نعمل لها روتيشن، الروتيشن بتصير هون لكن ما بنحطها. نعملها انفيرجن، الدوت بتصير سيركل. هلا السيركل نعملها روتيشن، طبعا رجعنا سيركل ما رجعناش دوت، اذا لازم اكمل عبين ما ارجع الاوريجينال، وزي ما كنت كنت في الاوريجينال دوت لازم اظل اشتغل عبين ما ارجع دوت. هنا عندي احنا وصلنا سيركل، سيركل نعملها 180 درجه بضلها سيركل، انفيرجن بترجع دوت، الدوت اوريدي موجود اذا ما فيش شيء نعمله جديد. طيب ممكن على الترياد انفيرجن تبين احسن، نحكي على او نحكي التترود، التترود اللي هي الاربعه. هاي دوت لازم نضلنا نشتغل عبين ما نرجع دوت. طيب روتيشن 90 درجة، روتيشن 90 هاي هون بتظلها دوت، لكن بما انها روتيشن ما بنحطها بعقلنا البوزيشن. بعدين بنعمل انفيرجن، انفيرجن اكروس السنتر 180 درجة، اذا بدها تصير هون، اذا سيركل، هاي سيركل. بعدين السيركل روتيشن ب 90 درجة بضلها سيركل، بعدين انفيرجن بدها تصير ايش؟ دوت، اذا دوت هون برضو بنكمل لانه ما رجعناش للاوريجينال بوزيشن اللي هي نحكيها اكس، بلشنا من هون احنا. طيب دوت بنعمل روتيشن ب 90 درجة، هاي 90 درجة، انفيرجن سيركل. طيب السيركل روتيشن ب 90 درجة، هاي روتيشن ب 90 درجة، انفيرجن هاي دوت، رجعنا دوت، اذا هون بنوقف. اذا هاي اللي هي فور بار. اعاده، دوت روتيشن ب 90، انفيرجن سيركل، سيركل روتيشن ب 90 بتضلها لساتها سيركل لكن معقنا بنعملها انفيرجن بتصير دوت، دوت روتيشن ب 90 بتضل هون دوت، انفيرجن بتصير سيركل، سيركل نعملها روتيشن بتظلها سيركل 90 درجة، انفيرجن دوت، اذا هون بنوقف. فهاي هي البار فور. هلا في عندي نحكي للتراياد، تراياد انا عذرا غلطت بشغلة. هلا هاي كلها هاي لازم تكون اوبن، اوبن عفوا اوبن، لانه حكينا احنا هاي بار 1 بار سوري هاي بار 2، اذا لازم تكون الروتيشن انفيرجن السيمبل اوبن، اوبن يعني هاي لازم تكون هيك مش مسكر عفوا، سيركل دوت سيركل هاي بار 4، هذا هيك الشكل النهائي. هاي اللي هي بار 2 وهي الدايد لازم تكون اوبن، اوبن. هاي الترياد حكينا، هاي الترياد نحكي نبلش هون. طيب خلينا اكمل هيك. طيب روتيشن 120 قبل اللاين، اذا هاي 120 قبل اللاين. طيب ان طبعا دوت، دوت بتظلها دوت روتيشن، بس روتيشن معقلي خليها على الغطاي، دوت نعمل روتيشن 120 بتظلها دوت. هلا انفيرجن 180 درجة على along the sea بتصير سيركل، بتصير سيركل وين؟ هون، هاي سيركل. طيب
السيركل طلع من هون لهون ما هي 120 قبل اللاين لين قبل اللاين، هاي روتيشن 120 120 السيركل بتضل سيركل، بعدين انفيرجن هاي ال 180 درجه وهي السنتر بتصير دوت، اذا هون دوت فاين هاي 120 روتيشن 120 دوت بتضل دوت بس احنا عملنا روتيشن رجعنا للدوت بس بروتيشن لا لازم نرجع للاوريجينال بعد الانفيرجن، يعني هون روتيشن رجعنا للدوت ما بنوقف لانه لسه ما كملناش البروسيس، هاي الروتيشن لسه ما كملناش الانفيرجن، اذا انفيرجن على 180 درجه بدها تصير هون سيركل، روتيشن 120 درجه سيركل بتضل سيركل، بعدين انفيرجن بتصير دوت هون دوت 120 درجة روتيشن بعدين انفيرجن بتصير سيركل، سيركل 120 درجة روتيشن انفيرجن، انفيرجن رجعنا للأوريجين، إذن هون بنوقف، إذن هاي اللي هي 3 بار احنا بلشنا من هون، إذن دوت بنعمل روتيشن 120 درجة بعدين انفيرجن سيركل، هاي أول واحدة اللي كانت هاي X نحكي 1 هاي X 2 طيب بعدين روتيشن 120 درجة هنا ما فيش شيء سيركل ضلت سيركل، هاي جاي من واحدة ثانية، هاي جاي من واحدة ثانية، هاي X 2 عملنا لها روتيشن 120 بعدين انفيرجن الدوت بتصير سيركل، روتيشن 120 درجة بتصير دوت، إذن هاي X 3 هاي ثالث نقطة حطيناها، بعدين الدوت روتيشن 120 درجة سيرك انفيرجن ده تصير سيركل، إذن هاي اللي هي X4، هلا هاي روتيشن 120 درجة انفيرجن ده تصير دوت، إذن هاي X5، هاي روتيشن 120 درجة بعدين انفيرجن تصير سيركل X6، روتيشن 120 درجة انفيرجن بتصير دوت، إذا بتلاحظ X1 X2 X3 X4 X5 X6 بعدين نرجع X1، فهي ترتيب النقاط كيف كانت، نحكي على آخر واحدة اللي هي ال Hexad Rotation Inversion اللي هي 6 bar أو bar 6، نحكي على البار 6 أتوقع هيك الأمور إن شاء الله صارت أوضح شوية، نبلش من هون نحكي هاي X1 روتيشن 60 دوت بتضل دوت انفيرجن بتصير سيركل، هاي X2 بعدين روتيشن ب 60 سيركل انفيرجن بتصير دوت، هاي X3 بعدين روتيشن ب 60 درجة انفيرجن سيركل X4 روتيشن ب 60 درجة انفيرجن بصير دوت، دوت اللي جوا 1 2 3 4 5، بعدين الدوت روتيشن ب 60 انفيرجن بصير 6 سيركل X6، بعدين روتيشن ب 60 اللي هي السيركل بعدين انفيرجن دوت، اذا هون بنوقف، اذا هاي اللي هي 6 بار، فهيك اخذنا معظم الاكزامبلز، بنكمل المحاضره الجاي على موضوع ثاني، هلا راح انزل لكم تقريبا الشرح النظري للمختبر على لينك المختبر، حاولوا ان شاء الله انه تشوفوه، يعني راح احاول قدر المستطاع اشرح، تقريبا هي تجربه شرحناها بالنظري لكن راح نزل فيديو للطلاب اللي ما أخذوش المادة النظرية، فحاولوا شوفوا الفيديو، راح أشرح قدر المستطاع وإن شاء الله تكون المعلومة وصلت لكم منيح، يعطيكم العافية.